برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحابح ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، دشنت مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية المخيم الطبي السادس عشر بمستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج. قيادة السلطة المحلية في المحافظة تقدم الشكر والتقدير للأخوة مؤسسة بازرعة للتجارة لكل ما يقدموه لهذا المستشفى ولهذا المحافظة، المحافظة النائية والمحافظة الفقيرة التي تعتبر أفقر محافظة. ولكن نحن نتعشم دائما إلى جميع المؤسسات والمنظمة الدولية في مسألة دعم هذا المستشفى ودعم أبناء المحافظة، كون المحافظة هذا مترامية الأطراف وظروف وعندنا مستشفى واحدة في إطار المحافظة. مخيم بازرعة الطبي الجراحي سيشمل إجراء 400 عملية جراحية في مجال الجراحة العامة وجراحة العظام والمسالك البولية ومختلف أمراض النساء، وذلك بمشاركة نخبة من الأخصائيين. تم افتتاح وتدشين مخيم بازرعة الجراحي في مستشفى ابن خلدون العام محافظة لحج. هذا المخيم النوعي والمهم والذي يضم التخصصات الجراحية الرئيسية كجراحة عامة، جراحة مسالك بولية، جراحة العظام، جراحة النساء والولادة. المخيم يستهدف 400 حالة جراحية، وهذا العدد الهائل والنوعي في العمليات أول مرة يحصل في مستشفى ابن خلدون. مخيم بازرعة الطبي الجراحي السادس عشر هو امتداد لجهود التنمية والأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة في مختلف مناطق اليمن، ولغرض التخفيف من معاناة المرضى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة. عمل خيري يأتي بالتعاون مع الأيادي البيضاء ويسهم في التخفيف من أعباء تكاليف العلاج وتذليل الصعوبات التي تقف أمام المواطنين في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد. لفتة إنسانية تهدف لتقديم العون والمساعدة والتخفيف من المعاناة الصحية للمرضى المستهدفين باعتبارهم الشريحة الأولى بالاهتمام في المجتمع. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق لحج.